السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي النصر السعودي أمام نادي الشباب السعودي اليوم بإذن الله تعالى الجمعة 28/7/2023، مباراة قوية في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية. المباراة بإذن الله تعالى متابعين الكرام بين النصر والشباب معادها اليوم بإذن الله تعالى الجمعة الساعة 10 مساء توقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة بعدها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. كنا نقل المباراة متابعين الكرام قناة SSC SD1 الأولى والمعلق عبد الله الحربي وسعد يحيى. متابعين الكرام اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. كذلك عندنا قناه SSC Sport 1 HD والمعلق عبد الله الحربي. ملعب مباراه مدينه الملك عبد الله الرياضي ونادي الملك فهد الرياضي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.